مزيكا تقدمها لكم رولكس. العالمي الأول قدمت دار الأوبرا الشهيرة لاسكالا في ميلانو أوبرا عايدة في إصدار غير معروف لأول مرة، اكتشاف مفاجئ لم يدركه الباحثون منذ أصبح إرث فيردي في متناول الجمهور إلا مؤخراً. عندما نتحدث عن عبقري مثل جوزيبي فيردي، من الواضح أنه إذا كانت هناك إمكانية للبحث عن شيء لا نعرفه فسيكون إثراء للجميع، وبالتأكيد اكتشاف موسيقى رائعة. وهذا هو حوالي 100 شريط من الموسيقى. شطب واستبدل فيردي البداية الأصلية للفصل الثالث قبيل العرض الأول على الإطلاق. الكورس يغني لحظة رائعة متعددة الألحان. استخدم الملحن الإيطالي الشهير جزءاً من هذه المقطوعات الأصلية بعد 3 سنوات في القداس الجنائزي. أعتقد أن المايسترو من الموسيقيين الذين يحبون اكتشاف أشياء جديدة ومثيرة للاهتمام في الموسيقى. سيكون هناك من يقول لا، هذه ليست عايدة، هذا شيء آخر، أريد النسخة القديمة. وسيكون هناك من سيقبلونها ويحبونها. لذلك أحب شجاعته بالقول للناس عليكم أن تختاروا، تعجبني أنا، أتمنى أن تعجبكم أنتم أيضا. تدور أحداث الأوبرا في مصر القديمة حول الحب المستحيل بين الجارية الحبشية عايدة وقائد عسكري مصري يدعى راداميس، لكن أمنيريس ابنة الفرعون القوي تريده لنفسها عبثاً. أحب كل ما في هذه المرأة، ليس بسبب هشاشتها فقط، بل لأنها مغرمة وغيورة وقوية جداً جداً كذلك. لكن أيضاً هناك الكثير من الحساسية في روحها. فيردي، الطريقة التي يكتب بها الموسيقى تشير إلى هذا بالضبط، قنبلة ضخمة كاملة من المشاعر، وهذا ما أحاول إظهاره دائماً، ألم كبير حقاً يسكن قلبها. المفضل لدي، الأفضل، هو الغناء الثنائي الأخير من الفصل الأخير. أعتقد أن الموسيقى تنقلنا جميعاً إلى عالم مختلف. رغم مأساوية الوضع والتعامل مع فكرة الموت، تخلق موسيقى الأوبرا مستواً مذهلاً من الروحانية، وهذا بالنسبة لي كل ليلة أمر عاطفي للغاية. قدمتها لكم رولكس.